طيب بالنسبة للفيولاي بلاقي انه البارشال بريشر للاكسجين 100 مليمتر ميركري. فور كربون دايكسايد ات از 20 مليمتر ميركري. ليش كده؟ ليش هي احنا دوبنا قلنا في بالنسبه للبارشال بريشر الاكسجين كان 140 سمثينج او 50 سمثينج صح ولا لا؟ لو رجعت للسلايد الاولى اللي فيها الحسابات 159 في الانسبيرت اير. ليش بيحصل لي دروب؟ بيصل في الالفيولاي ل 100 مليمتر متر فقط، لماذا؟ ايش اللي يخليه يحصل دروب؟ ها؟ ما هو احنا الانسبيرت اير كان فيه 159 مليمتر مركل بارشل بريشر، ايش اللي خليه يحصل دروب يبقى 100 في الالفيولاي؟ بيحصل لي دروب انه حصل ميكشر بينه وبين الاكسبيرت اير، اوكي؟ حصل ميكشر ميكسينج للاير الانسبيرت اند اكسبيرت اير بتديني في النهايه بارشل بريشر اوف اكسجين 100 مليمتر مركري. ذات اوف كربون دايكسايد هو 40 مليمتر مركري. هنا عندنا الارتيريال بلاد فيرسس فينوس بلاد. احنا بنقول فينوس بلاد اكشوالي هو فينوس لانه جاي من في السيستميك سيركيوليشن جاي عن طريق الفينس، لكن هو هذا الفينوس بلاد رايح للبلمونري لللانكس عن طريق البولمونري ارتريز، لكنه فينوس بلاد ها رايح عشان نعمل له اوكسجينيشن. فايش فعندنا البي او 2 40 يعني كان 100 وراح للتيشوز 100، لكن لما وصل التيشوز عملت اكستراكشن اوف ذيس اوكسجين وخلت لنا انه حصل دروب في البارشل بريشر وصل 40. اوكي هنا عندنا ديفرنس، ده الفينوس بلاد اللي جاي عشان نعمل جاز اكستشينج، كم تركيز كم الضغط الجزيئي للاكسجين فيه 40 مليمتر مركري، وهنا عندنا كم؟ 100 مليمتر مركري. مفترض انه بيحصل ايش؟ انه لغايه ما يحصل ايكويبريم هيحصل ديفيوجن لغايه ما يصير 100، لغايه ما في الارتيريال بلاد يصير كم؟ 100. ده الارتيريال بلاد اللي طالع من فين؟ اللي طالع خلاص حصل اوكسجينيشن هناك في اللانكس وراجع على الهارت على الليفت اتريوم. اكشوالي ما بيكون 100 مليمتر مركري، بيحصل حاجه اسمها فيزيولوجيك شانت بتخليه ينزل تدروب ل 95%. في حاجه اسمها فيزيولوجيك شانت. ايش هي الفيزيولوجيك شانت؟ انه عندي بعض الارتريز اللي هي البرونكيال ارتريز بتعمل انستوموزيس مع البولمونري كابيلاريز، البرونكيال كابيلاريز مع البولمونري كابيلاريز. البرونكيال كابيلاريز دي تبع السيستميك سيركيوليشن يا جماعه، ها؟ فيها انوكسجينيتد بلاد. فبتعمل انستوموزيس، مع الانستوموزيس ده بيحصل انه بيحصل ميكسينج اوف بلاد، يعني جزء من البرونكيال كابيلاري بلاد حيمشي فين؟ من غير ما يحصل له اوكسجينيشن حيروح على الارتيريال بلاد، فيعمل لنا دروب للبارشل بريشر اوف اوكسجين في الارتيريال بلاد. يحصل له دروب من 100 يصير كم؟ 95. بالنسبه للفينوس بلاد البارشل بريشر اوف كربون دايكسايد 46. طبعا برضه حيحصل ايش عشان عندنا بريشر جريدينت؟ حيتفرغ او حيحصل اكسشينج ذيس كربون دايكسايد، حتمشي حيحصل لها ديفيوجن للالفيولاي لغايه ما تصير عندنا ايش؟ حصل اكوليبريم لغايه ما تصير 40 مليمتر مركري. واضح يا جماعه؟ كلير؟ انه حينتقل لك الاكسجين من المكان اللي هو الهاي بلس هاي بارشل بريشر للاقل لغايه ما يحصل بيناتهم اكوليبريم. واضح يا جماعه النقطه دي؟ طيب البارشل بريشر اوف اكسجين في الالفيولاي ديتيرمند باي وات؟ الاشياء الديتيرمينانتس بتاعتها ايش هي؟ إيه الاشياء بتحدد ايش؟ الالفيولار فنتليشن، يعني لو كانت الالفيولاي زي الالفيولوس لايك ذس وحصل لها هنا حاجه عملت لها اوبستراكشن اكيد ما في فنتليشن حيحصل دروب للاكسجين. يبقى 1 ديتيرمينانت الالفيولار فنتليشن. نمبر 2 بي او 2 ان ذا انسبيرد اير. لا كانت مفتوحه ما كان في مشكله اوكي، لكن انت رحت مكان مرتفع جدا وكان البي او 2 فيري لو، يبقى ده حيأثر في الفنتليشن. اوكي حيأثر سوري في البي او 2 البي او 2 اللي هو البارشل بريشر للاكسجين فين؟ في الالفيولاي. اوكي حيأثر في نمبر 1 ايش؟ الالفيولر فنتليشن انها تكون ويل فنتليتد مفتوحه ما فيها مشكله. نمبر 2 تكون البي او 2 بتاعي هنا طبيعي في بالنسبه للهواء الداخل، لانه لو البي او 2 في الاسبيرت اير كان ليس لان كنت في هاي التيتيود مثلا كنت في مكان مرتفع حيأثر ده في البارشل بريشر بتاع الاكسجين في الالفيولاي. فوليوم اوف اكسجين تيكن باي يونت بير يونت تايم.
كميه الاكسجين اللي هي اللي انتزعناها نحن من هنا. لو قلت ده هيخلي ان الاوتو يكون عالي ده. واضح؟ البارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا فينوس بلود ديتيرمين باي ريت اوف يوتيلايزيشن اوف اوكسجين باي تيشوز. كل ما كان يعني في اكسرسايز وفي مور يوتيلايزيشن ده بخلي البي او البي او 2 في الفينوس بلود تكون ليس. وضحت؟ كلير يا جماعه؟ ايوه يعني عمل يعني كان في رياضه او شيء زي كده. طيب الفاكتورز اللي بتاثر طبعا احنا عندنا حاجه اسمها فنتليشن برفيوجن ريشيو. الريشيو بين الفنتليشن اند برفيوجن لو تذكرتوا تكلمنا في ون اوف ذا سلايد ان اور بريفيوس ليكشر قلنا انه اذا كان عندنا دي الالفيولوس لايك ذيس ها وهنا عندنا كارتيلري عشان يحصل جاز اكسشينج لازم تكون الالفيولوس دي ويل فنتليتد ما في مشكله في الفنتليشن وتكون ويل برفيوزد صح؟ تكون ويل فنتليتد اند ويل برفيوزد معلش انا درستها البنات شايفين الرسمه دي؟ هنا عندنا ده ويل فنتليتد الفيولوس وهنا ويل برفيوزد هنا حيكون عندي ريشيو جميله جدا يعني في فنتليشن اند برفيوجن لكن لو كانت نوت فنتليتد ان ايفن فنتليشن يعني ما حصل فنتليشن كان في اوبستراكشن هنا يبقى هنا حيحصل دروب للاكسجين it is not ventilated ولكنها well perfused ما في matching في mis matching هل هنا في فايده؟ هل حيتم gas exchange؟ no لا كانت well ventilated عندنا كميه عاليه جدا او partial pressure الاكسجين عالي جدا لكنها كانت not perfused uneven perfusion هل حيكون في gas exchange؟ no عشان يحصل gas exchange it should be well ventilated and well perfused اوكي؟ وضحت يا جماعه؟ لازم تكون evenly ventilated and perfused in addition to these factors يعني لازم يحصل لنا matching in addition للفاكتورز اللي قلناها partial pressure difference واللي هو surface area ولازم يكون في matching بين ال ventilation and perfusion even ventilation and even perfusion each alveolus should be adequately ventilated and adequately perfused عشان يكون عندنا ايش؟ gas exchange otherwise قلنا اذا كان في مشكله في الفنتليشن ما حيحصل جاز اكسشينج، كان في مشكله في البرفيوجن اوسو ما حيحصل جاز اكسشينج. النورمال فنتليشن برفيوجن ريشيو انا عارفه انه تتذكروا لما تكلمنا عن انه حجم الهواء اللي بيحصل فيه جاز اكسشينج كم؟ 350 فاكرين يا جماعه في الليكشر اللي فات 350 ملي لما نضربها في 12 عشان واحد بيتنفس في الدقيقه 12 مره. حيكون كم الاجابه؟ حيطلع لنا بيساوي كم هذا ايكوز كم؟ 4.2 يعني في الدقيقه الواحده ايوه 4.2 او 4020 مل اوف اير بيدخل للهواء للجزء بتاع الريسبيراتوري زون ها عشان كده بسميه فنتليشن لانه في جزء موجود فين؟ في الكونتاكتيف زون انا ما بحسبه ففي الكولكتيف اللون كلها كده بيدخل لنا في الدقيقه 4.2 liters of air واحنا عارفين انه الكارديك اوتبوت تذكروا 72 اللي هي 70 مضروبه في 72 الستروك فوليوم الكارديك اوتبوت اللي هو 5.5 فالفنتليشن برفيوجن ريشيو بطلع 4.2 مقسوم على 5.5 ده ايش؟ تقريبا 0.8 ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لـ the whole lung لكنها طبعا الفنتليشن برفيوجن ريشيو ما ثابت في كل اللنج ده فور ذا هول لنج لكن بيختلف من مكان الى اخر اوكي ممكن يكون في اماكن فيها الفنتليشن عالي مقارنه بالبرفيوجن والعكس طيب كيف الكلام ده احنا عندنا ذيس از ذا لنج اوكي تمام دي اللنج ده البيز اوف ذا لنج وهنا الابيكس اوف ذا لنج البلس سبلاي اللي جايه على اللنج على البيز اوف ذا لنج بتمشي في الاتجاه ده مقارنه بالبلود فيسلز اللي رايحه للابكس بتروح عكس الجاذبيه فهنا اكيد الجرافيتي حتاثر في ايش؟ حتاثر في كميه الدم اللي هي فور ذا بيزز مقارنه بالابيسس مين فيهم اكثر البرفيوجن فور ذا بيزز اور ذا ابيسس هل رايحه للبلود فوليوم اللي رايح للابكس زي البيز ولا مختلف؟ البيزز اكتر ليش؟ لانها مع اتجاه الجاذبيه يا جماعه مع اتجاه الجاذبيه يبقى البلود بريشر حيزيد
وبالتالي كميه الدم اللي رايحه للبيز عاليه، اما ده رايح اجينست الجرافيتي عكس الجرافيتي، فالجرافيتي هتاثر فيه سلبا. اوكي، فيبقى عندنا البرفيوجن كل ما رايحه في اتجاه البيز بتكون عاليه جدا، وكذلك الفنتليشن برضو الفنتليشن كل ما نروح لتحت بيكون اعلى، لكن الافكت بتاع الجاذبيه على البرفيوجن اعلى من الاثر بتاعه على الفنتليشن. عشان كده الفنتليشن برفيوجن ريشيو في البيزز بتكون قليله، فهمتوا؟ بتكون اقل من ال 0.8 لانه بياثر في الفنتليشن، هو بزيد الفنتليشن بزيد، لكن عشان البرفيوجن بزيد بصوره كبيره جدا ده بخلي انه الريشيو بيناتهم تكون قليله. فحلاقي انه عندي الابكس فيها فنتليشن عالي مقارنة ببلو برفيوجن، انه في كثير من النون فانكشننج الفيولاي، تذكروا لما تكلمنا عن الفيزيولوجيكال ديد سبيس قلنا في نون فانكشننج الفيولاي موجوده فين؟ موجوده في الابكس، موجوده في الابكس، في كثير من الفيولاي ويل فنتليتد لكن ما فيها بلس سبلاي، يعني الكابيلاريز بتكون مقفله، فدي بتكون ايش؟ عندنا فيها هاي بي او 2 لكن اكشوالي ما فور جاز اكستشينج، متين بيحصل جاز اكستشينج اف نيدد، يعني انه مثلا زي كان في اكسرسايز او كده حيزيد البلاد بريشر، زياده البلاد بريشر حتسمح بانه نفتح الكابيلاريز ونشغل النون فانكشننج الفيولاي. فدايما المنطقه بتاعت الابكس اوف ذا لانج بتكون ويل فنتليتد، ويل فنتليتد لانها هي في اكسجين وما قاعدين نعمل اكستراكشن، ما قاعدين نشيله، فحيكون موجود هناك بنسبة عالية جدا او بهاي بارشال بريشر في الابكس. عشان كده ايه؟ عشان كده البولمونري كوخ او التيوبركلوزيس او السل دايما الكابيتيشن الليجن بتكون في الابكس لان ايروبيك باسيلاي، ايروبيك هوائية عاوزة اكسجين، فبتلاقي دايما الكافيتيشن والليجن بتلاقيها في الابكس. مفهوم يا جماعه؟ دي معلومه كده يعني استفيدوا منها. الان عرفنا معلومه انه التوبركلوس باسيلاي ايروبيك بكتيريا بتحبز، لان ايروبيك بتحبز الابكس دايما. لما لو انت شاكي في توبركلوزيس عملت اكس راي بتوقع انه الكافيتيشن او الليجن تكون موجوده في الابكس of the lung. واضح؟ بالمقابل البرفيوجن قلنا اكثر فين؟ كثير جدا داون في in the basis of the lung. واكشوالي البيزز اوف ذا لانج كلينيكالي لو انت عايز تعمل اوسكلتيشن، عاوز تسمع اصوات التنفس في البيزز اوف ذا لانج، بنسمعها فين؟ بنسمعها at the back of the patient، يعني تسمعها في ظهر البيشنت، تخليه يجلس يحط السماعه على ظهره. هنا بنسمع الكراكلز، البيزر كراكلز are best here لانه دي المكان، ده المكان بتاع كانه اللانجز موجوده في متجهه للامام، الابكس الابيسس للامام والبيز للخلف، فهي بتلقى البيز دي تلقاها في the back of the patient. تمام؟ طيب لو الشخص عنده اي مشكله في الكارديو فاسكولار سيستم في الليفت هارت هيحصل accumulation of fluid of blood وبالتالي الهيدروستاتيك بريشر بيزيد، تذكر الإديمة اسباب الإديمة. فالليفت سايدد هارت فيلير دي بترفع لنا الهيدروستاتيك بريشر وتعمل لنا إديمة هنا في اللانس بنسميها بولمونري إديمة. فأنت حتسمع الشخص اللي عنده بولمونري إديمة حتسمع البيزل كراكلز، حتتأثر البيزز أكتر لما حصل مشكلة هنا البرفيوجن، كأنه إيش؟ هو البرفيوجن عالي هنا وانت زدت البلس سبلاي، يبقى حيحصل فيه مشكله انه الهيدروستاتيك بريشر بيكون فيه عالي اعلى من الطبيعي، ويفوق الليمفاتيك سيستم مين؟ اللي هي البيزز اوف ذا لانج. عشان كده بتسمع بيزل كراكلز. وضحت يا جماعه الكلام ده؟ بيفيدكم لقدام لما تدرسوا بعدين سيرجري وميديسن، تحديدا ميديسن في المحاضرات الميديسن الباطنيه بتنفعكم المعلومات دي، معلومات مهمه. ها انه لما يكون عندي هارت فيلير بتاثر لي البيزز اوف ذا لانجز، بسمع فين؟ ات ذا باك اوف ذا بيشنت، بسمع البيزز كراكلز، البيزل كراكلز في ظهر الوريد بالاوسكلتيشن بالسماعه ما قدام. ها البيزل كراكلز ما بتسمع من قدام. طيب يا جماعه، طيب الان عرفنا انه ال partial pressure of oxygen 100 مليمتر mercury
بنلقاه بالنسبه لل اسمه ايه ده، بالنسبه للارتيريال بلاد. طبعا في فرق، احنا نقول ارتيريال بلاد نقول فينوس بلاد، انا قصدي البلاد اللي جاي ارتيريال اللي رايح للجسم، الفينوس اللي جاي من الجسم. ها ايوه اب نورمال ساوند يا عبد الله، يعني اب نورمال ساوند. اوكي الكراكلز دي. طيب الفينوس بلاد فيه 40 زي ما قلنا، حينتقل الاكسجين حيحصل ديفيوجن من المكان فيه البارشل بريشر العالي للمنخفض، وبالتالي ايش؟ ها قلنا مفترض يصل مليمتر ميركري، لكن عشان في فيزيولوجيك شنط انه في بعض السيستميك بلاد بيجي بيتجاوز المنطقه بتاعت الجاز اكسشينج يحصل انستموزيس، البلاد ده هيجي من السيستميك سيركيوليشن من الكابيلاريز البرونكيال كابيلاريز مباشره للارتيريال بلاد اللي هو رايح للليفت للليفت سايد هارت. تمام، فبيعمل ليه ايش؟ دروب البارشل بريشر هيقل، بدل ما يصير 100 مليمتر ميركري يصير كم؟ 95. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للأكسجين. الكربون دايكسايد طبعا هو كان في الفينوس بلاد 46، هيحصل له ايش؟ هينخفض إلى 40، يصير لي 40 في الأرتيريال بلاد. أوكي؟ طيب البي اي أو تو، بي اي كابيتال كده معناها الفيولر يا جماعة، اي سمول معناها أرتيريال، وفي طبعا واضحة فينوس بلاد. أوكي؟ الأرتيريال بلاد قلنا 95. لما تكلمنا في السلايد الاولى اللي هي كانت بتتكلم عن الفرق في البارشل بريشر، اختبرنا الارتيريال بلاد 100 قبل ما يحصل الانستموزيس، بعد ما يحصل الفيزيولوجيك شنط بيحصل له دروب الى كم؟ الى 95. اوكسجين از ترانسبورتد انتو تو فورمز، بينتقل ينقل لي الاكسجين في البلاد عن طريق حاجتين، يا اما ديزولد دائب في الدم، وزي ما احنا قلنا ايش قلنا عن السوليبيليتي تحت الاكسجين؟ ايش قلنا عن السوليبيليتي؟ ها؟ ها؟ قلنا ماله؟ عالية ولا منخفضة؟ اقل من الكربون دايكسيد قليلة قليلة جدا يا علي راجحي عبد الله، فيري لو فيري لو عيسى. قلنا حقة الكربون دايكسيد بالنسبة ليها 20 مرة قدام. اوكي؟ فهو الأكسجين اللي ديزولد يعني بينقل كديزولد أكسجين هو كم؟ 3%. 97% carried as bound to hemoglobin. كيف بيحصل binding؟ بيحصل oxygenation and not oxidation. Oxygenation of الهيموجلوبين which is carried. مين اللي بنقول له الاكسجين؟ بنقول له الفيروس، وهو اوكسجينيشن، لانه لو كان اوكسيديشن كان يتحول من فيروس الى فيريك. اوكي، هو ما اوكسيديشن، اوكسجينيشن جاست، ان الفيروس هذا بيربط الاكسجين عشان نقول له ان ذا بلاد. هنا في انا عدلت هنا الهيموجلوبين باوند عملتها 97 مكان مكتوب 98، اكشوالي هي ادقه يعني 97، لكن يعني unfortunately ما غيرت الديزولف، فغيروها من 2 ل 3 يا جماعه. ها 3 وخذ 97 عشان تكون كلها 100%، كانت مكتوبه 98 هي تقريبا 97. لا انا بقول لك انه يا عبد الله انه العمليه بتاعت نقل الاكسجين بالهيموجلوبين هي oxygenation، يعني اضفنا اكسجين مولكيولز، مش ان عمليه oxidation oxygenation، نقل بس نقل not oxidation. اوكي يعني الفيروس ما حيحصل له oxidation، oxygenation بس يربط الاكسجين وينقل. تمام، طيب احنا لو ما في هيموجلوبين او actual هيموجلوبين، النورمال هيموجلوبين بيرفع له capacity of carrying oxygen لكم؟ ل 70 fold، 70 ضعف يا جماعه. ده معناه انه اذا ما في هيموجلوبين it is incompatible with life، ما حيقدر الانسان يعيش بدون هيموجلوبين. اذا كان انا برفع الكاباسيتي اوف كارينج اوكسجين اوف ترانسبورتنج اوكسجين ان ذا بلاد برفعها ل 70 ضعف بوجود الهيموجلوبين. طبعا زي ما قلنا انه عنده يا جماعه ما حيصلحوا المعلومه دي بتاعت الاكسجين 3% not 2%.